انتظري مياي، كنتمنى تكونوا بخير على خير وما خاصكم حتى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو غادي نصور فيه واحد الوصفه زوينه زوينه الصراحه لحب الشباب. كانت عندي 16 سنه من يلا بدا كينوض ليا شويه حب الشباب، وجاني واحد العصار ما تحملش داك الشيء ينوض لي في وجهي، جاني غريب. وماما واحد صاحبتها كانت عطاتها هاد الوصفه وقالت اليوم غادي نوريها لكم باش تنفعكم حتى نتوما كيما نفعتني انايا. قبل بعدا ما نصور لكم الوصفه، حيت دابا ما نقدرش، عندنا الخدامه كيصبوا لينا في الكوزينه شوفوا، غادي نخرج انا وماما نفطروا وقوم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا كيفاش كتحضر الوصفه. هي جد سهله وكتنفع بزاف. المكونات ديالها ساهله، كاينين في كل دار. وما تديوش لي على الهضره ديالي حيت انا كنحاول نهضر لكم بالدارجه، ولكن هادشي اللي عطى الله. المهم بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. حنا دابا وصلنا فين غادي نفطروا، بلاصه زوينه الصراحه، انا غادي نوريكم. دوماندينا الفطور غادي يجينا، نتوما عارفين ما غاديش نقدر، ما كناش نقدر نفطروا في الدار حيت عندنا خدامه كيصوبوا في الشوفان. دابا غادي نفطروا وغادي تشوفوا شنو غادي ناكل. شوفوا تما كاينين بزاف تاع انواع ديال الاتاي وديال، ما عرفتش كتقال تيزانة بالعربية، عشان 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 انا خديت كريب وكابوتشينو، وماما خديت ليها جوج كرواسات وكابوتشينو حتى هي كرواسات عامرين بالنوتيلا. ودابا غادي نخليكم باش ناكل، راه جاني الجوع. ها انتم شوفوا شوفوا الناس خارجين بعد هنا، راه كيبانوا خلال اللي في السوق اللي الهامش كاين، حيت حلو علينا الحمد لله الكونفيرما ولات بلاصه صفراء كتقال منطقه صفراء، نقدروا نخرجوا القهاوي كيكونوا حالين هذوك فين كاين. شوفي الناس فرحان. دابا غادي نوريكم واحد اللقطه ديما كنجي هنايا ديما كنتفكرها، انتما غادي تشوفوا. شوفوا هاد الجرده، عرفت شحال لعبت فيها ملي كنت صغيره، خصوصا في هذيك ليلي، هذيك ليلها، ولكن دابا بدلوها حيت كانت قديمه. الله وهذا شحال لعبت فيه، كنقص بزاف ياك ماما. اش كتقولي كنت كنقص بزاف؟ كنتي كتشدي الزعلو للدراري ما تبغيش تطلقي عليهم، واللي دوا معايا نقمشوا ولا نعضوا. كنت قبيحه. لا ما كرهتش نرجع صغير والله، انا صغيره ولكن صغيره كتلعبي لا مدرسه لا والو. صراحه كان كلشي زوين ملي كنكونوا صغار، حتى دابا الحمد لله. هاني رجعت لكم، صافي دابا شبعت كليت الحمد لله. المقادير ديال هاد الوصفه هما الخل ديال التفاح وثلاثه الفصوصه ديال الثومه، وغادي تخاصنا قرعه اللي دابا غادي نوريكم شنو غادي نديروا بها. ندوز التحضير. دابا غادي ناخذوا الخل، غادي ناخذوا نص كاس بحال هكاك ديال الخل، غادي وهنا بحال هكا، وغادي نجيب الثومه غادي نديرها كامل هنايا باش ترقد، حيت اشنو غادي نديرو حنايا غادي نسدو بعدا. هاد
طلعتيه بحال هكا باش تشوفوني. المهم معلمين كنديروا الثومه في الخل كنسدوا عليه وكنخليوه كنخليو الثومه تطلق في الخل ديالنا. كنحطوه في بلاصه ما كيضربش فيها الضوء، بلاصه فيها الظلمه باش تطلق فيه مزيان لمده 3 ايام. من بعد ملي كتكون ترقدات الثومه ديالنا في الخل كنجيبوا الخل كنحلوه، القرعه كنحلوها وكنجيبوا القطن ديالنا كنديروا فيه شويه. دابا انا غادي نوريكم حيت اصلا انا ما كنديرهاش حيت ديجا درته ديجا فاتني الحبوب. كتشدوا بحال هكايا كتوركوا غير على ديروا غير في بلاصه الحبوبه اللي كتكون عندكم، ماشي في الوجه كامل غير في الحبوبه، وتتبعوه وكتعطي النتيجه ديالو غير في 3 ايام. انا كنصحكم ديروها ساعه قبل ما تمشيو تنعسوا، وقبل ما تنعسوا كتجيبوا ماء ورد وكتغسلوا به كتمسحوا به وجهكم، وديك الساعه تمشيو تنعسوا بلا ما تغسلوا بالماء. هذا الشيء خصكم تتبعوه مده 3 ايام، هي اصلا كتعطي النتيجه. اللي عنده الحبوب بزاف يتبعها وغادي يشوف النتيجه ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم الوصفه وكتبوا لي في الكومنتير الى عجبتكم الوصفه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.